يوصل علمي يقول لك انا عطيت النادي الافريقي، انا عولت، انا عملت ونحينا الديون وكذا وهذا الكل. وفي الاخير وختم كلامه يقول لك اللي قادر باش يشد النادي الافريقي يتفضل، احنا ما شادين على النادي الافريقي، يتفضل يشد الجمعيه. شوف والله انا حسيت معاك الحرقه بالحق نتاع رئيس الجمعيه اللي سي يوسف، معناتها تحسه كونه معناتها مريض ده نفسانيا معناتها دخل. ولكن تصور ان حتى تعرفني نقدر ياسر جمهور النادي الافريقي، نعتبره بطل من ابطال النادي الافريقي لانه وصل في وقت الاوقات غير النتيجه، معناتها الحضور نتاعه بالكثافه. شوف انا شفت جماهير، ولكن الكلوب اليوم تخسر في الحد هذا، تخسر الجمعة جاية عاود يجي، فما جماهير أخرى تخسر جمعيته ما عادش يجي. معناتها جماهير جمهور عظيم عندي أنا. باهي اليوم نرجعوا، أنا يحز في نفسي بنتيجة مقابلة برك بور ميتر أون دوت توت أون ستركتور، معناتها اللي هو رئيس الجمعية ولا يقول إذا كان فما شكون باش يتقدم يتفضل وفما 10 سنين. أنا الحقيقة ما حبيتوش يقول لك هيك. أبري تو معناتها صار أن أكسيدونت باركور في والنادي الافريقي ما وصلش باش يترشح. هذيك قواعد الكوره معناتها الحقيقه. انا را فما اغلاط كبيره، وانا نضم صوتي لصوت الخيان اللي يلزم النادي الافريقي يخمم في حارسه اكبر من هكاك، يخمم في زاد اليوم مدرب يا رسول الله، ثلاثه مدربين في فتره قصيره، معناتها ماهوش معقول. أنا نقول معناتها رأيي الخاص، ماهوش سعيد السايبي ما حقوش مشى، كل صدق ما حقوش مشى، لأنه هاك شفتوا معناتها الديفو مش من سعيد السايبي، معناتها الديفوات ظهرت توا حاجة أخرى. اليوم الفرص اللي جات، فما فرص نادي أفريقيا ما تسجلش، شبينا ما نخدموش احنا قبل نعرفوا معناتها ممكن نديباسي، فما حاجة مش ماشية في التكتيك. سي عبد الستار اريت موا داك جو ديفو، نخدم عليها اكثر انا في التمارين نتاعي. ديفون لي بيوت ما نخلطش باش نماركي، يلزم نخدم عليها. ما عنديش حراس، نخدم باش نكون حراس. ما عنديش افونسونتر، نخدم باش نكون دي افونسونتر. شكون ابيل معناتها لونترينمون سبيسيفيك. هذاك ايه ولا قول لي راك خلاص. بالنسبه للمنظر الكبير، هو خذا الفريق قبل باسبوع، لقاه روحه في تحول لغانا، ومن بعد جا لعب ديريكتومون الماتش الثاني لهنا في تونس، ومن بعد لقى روحه مشى لصفاقس، يعني ما عندوش الظروف باش يخدم. مش هذا كلامك صحيح، يعني كل فما مشاكل. كل احترامي للمدرب، مدرب كبير، ولكن ماهوش باش يغير الدنيا في اسبوعين يا راس. اكيد مش معقول في اسبوعين تحبه هو الكبير باش يغير لك. ما ينجمش مدرب عنده زاد وزوال، هذا انا باعترافي انا ونعرف، ولكن الوقت مش في صالحه. انا جبنا فرنساوي، علاش نحاوه؟ علاش جابوه؟ فهم كيفاش؟ علاش نحيد سعيد السايبي؟ معناتها انا نقول له معناتها سي يوسف اسال نفسك علاش هذوما صاروا؟ سيمون جي الفرنسا اللي جابوه راهو مدرس رياضه، ما هوش مدرب، راهو عاطل على العمل عنده سنوات وسنوات. معناها تنحي مدرب وتجيب هذا وتحكي لي على سمسره هنا، تقول لي المحبين هذوما هما اللي سمسروا في النادي. هنا سمسره صايره في صلبها. واضح واضح يا مالك بربي. لحظه انا تعقيب على كلام بايجاز رئيس النادي الافريقي بايجاز. صحيح هو تكلم بتشنج كبير، صحيح انه من الغيورين على النادي الافريقي ويحب النادي الافريقي وهذا ما يشكوش فيه اثنين. صحيح انه تحمل المسؤوليه في وقت انه اللي يعتبروا رواحهم رجالات النادي الافريقي، اللي يعتبروا رواحهم رجالات النادي الافريقي ما ظهروش، حطوه في الواجهه وجاوا في الظهر. اوكي لكن اليوم يوسف العلمي راه ما عندوش باش يدفع. يوسف العلمي اليوم راه ما عندوش باش يجابه المصاريف ولا الشكاوي على النادي الافريقي اللي تحملتها في وقت ما الجامعه ورئيس الجامعه الله يخفف عليه. باش نكون واضحين، اليوم وقت اللي يحكي هو على اني دفعت ودفعت النادي الافريقي، فما رجالات دفعت. اليوم دكتور فرح وقت اللي جات برع لك بمركز طب رياضي للنادي الافريقي، فهمتني؟ هنا نقول لك هذا او حقك. هنا وقت اللي ام عمر تتبرع بالديه نتاعها للنادي الافريقي، وقت اللي جمال بارناس خو محرز بارناس يتبرع بفلوس الشيميو نتاعو للنادي الافريقي، وقت اللي الدكتور الترابلسي يجي هو
والمجموعة اللي خدمت معاه وعملوا خلينا نقولوا لإنقاذ جمعية لإنقاذ النادي الإفريقي. هنا هذه رجالات النادي الإفريقي وهذه الناس اللي توافقت على خدمة النادي الإفريقي لإنقاذها. لكن البقية واللي يخدموا في الكواليس نعرفوا اللي يخدم مصلحة النادي واللي يخدم مصلحته الشخصية. فما ناس دخلت للنادي الإفريقي راس مالها قال له ما تحتوش 100 دينار اليوم صبحت تروبا ريستوران، فما وناس تمعشت من النادي الإفريقي. إذا نحبوا نحكوا هنا بعقلية المتابع للنادي الإفريقي. إذا تقول لي أنت دفعت يعطيك صحة كيف النادي كيف الناس كل مال حمد المد اليوم يقول دفعت وجنايح يقول دفعت وسيمونجي يقول دفعت، ما فماش مسؤول شد نادي الإفريقي وما دفعش، ما فماش مسؤول شد نادي الإفريقي وما دفعش للفريق نتاعو. ونعرفوا غيرتهم ونعرفوا محبتهم للفريق. واضح اكيد بايرن تارخ. والله حبيت نعقب على الاخ فيما خصت منذر كبير والسيبي. منذر كبير نعرفوا لي كومبيتونس اللي عنده وجا في فتره البطوله كانت واقفه. تحدث على الجد شكون هي بنزرتي بنزرتي كي وتحدث على الجايز بتنساش باش تقولها هي هي لي مو ابار بنزرتي كومبيتون من احسن المدربين تحب ولا تكره. سي منذر كسوا برشا قالوا في منابر اخرين يحكيوا على الشخصيه ويحكيوا على ما عندوش شخصيه ما عندوش. انا نحب نقول لهم اللي الشخصيه انت المدرب مش كيسب الجوار ولا يسب ربي. عنده كومبيتونس عنده شخصيه. الخدمه تاعو تنتظر من طارق مشاكل مش في قيمته. لا نحكي على المنابر بوريت كلير هو فورماتور بارمي فورماتور مش نحكي عليك انت يعني انت قلت ما كرهمش نحاول سيبي حتى سيبي كانت مشاكل داخليه النادي الافريقي كانت كوزين انترن ما يعانيه النادي الافريقي اليوم هو نتاج خروج سعيد السيبي اللي كان ماخذ الفريق اما من سيزون اللي فات كان عامل نتائج في اصعب الظروف. فهمتك خليني نكملك. معناتها سي منذر كبير كي جا يلقى البطوله واقفه قال الجاهزيه البدنيه 50% اللي باش تواجه بها تجم تواجه بها مباريات في الكاس الكاف تجم يعني الفريق ماهوش حاضر. ومع الوقت تو نشوفوا الخدمه سي منذر كبير اللي عنده الخبره القاريه عنده الخبره مع كان شد لنا باب بلا في المنتخب. يعني انا شفنا المشاكل اللي صارت مع المنتخب ومعناها سي منذر شد لنا كنا ما كناش ريديكول في البطوله العربيه لعبنا فينال خلى نوايو في المنتخب اللي كمل به جلال قادري. معناتها ماهيش غلطه منذر كبير وانا نحكي على المنابر اللي نقدت سي منذر مش كيما انسان مباشر جمعيه يعرف الديتاي بتاع اولاده كيما انسان يشوف فيها من بعيد مش كيف معناتها يظهر لي هو نفسه سي منذر وقت اللي جا للنادي الافريقي راه شاف حقائق اخرى بالطبيعه اللي هو ما يعرفهاش لكن سي منذر اليوم منظر الكبير وقت نتفرجوا في مباراه راه ماهوش فوق النقد راه كفاءة معينة ممكن وقت يتعين منظر الكبير من راديو البلاتوات وانا نشكر في منظر الكبير والكفاءة نتاعو. لكن وقت اللي نتفرجوا في مباراة ويكون مدرب وانت تحكي عالستار بالله سيد المخرج اعطيني لقول هذا الافريقي لهنا في التلفزيون راه لكن وقت اللي نتفرجوا في مباراة وقت اللي يبدا فما ديفايونس ريناهم في المباراة هذيك ولا عندنا راي اخر في الرسم التكتيكي اللي دخل به منظر الكبير اللي يبدا به من حقنا ان ننقده. وهذا راه مش تجريح في شخص منظر الكبير ولا في قيمه منظر الكبير. الناس الكل نعرفوها راهو من الكفاءات التونسيه كما كان يقول بايرن راهو انا في الكاف ان تاعي الجوري تاعي منظر الكبير. معناها هذايا معناتها حد ما يختلفوش عليه اثنين ومنظر الكبير كفاء. لكن هو سعيد السيبي وقت اللي يقول ما كاروش تنحى مش معناها منظر الكبير ما ينجمش يعوض سعيد السيبي. لكن فما معناتها مشاكل اخرى تتجاوز سعيد السيبي. نقطه بركه باش نعرج عليها انه بايجاز يوسف العلمي راهو الوضعيه اللي خذا فيها النادي الافريقي راهو حد ما ينجم ياخذها فيه. راهو هاك الديون والمليارات والمشاكل كل مره تطلع له قضيه ومنع من الانتداب راهو حتى رئيس ما يدخل على وضعيه هذيك. لو فيت انه يوسف العلمي دخل
وخذا رئاسة النادي الافريقي في الوضع هذاك، راهو بالنسبة لي أنا يتسمى راهو معجزة عملها يوسف العلمي، وتعرف جمهور النادي الافريقي وصعب جمهور النادي الافريقي، وتدخل أنت في الوضعية هذيك وما تعرفش روحك مستقبل غامض يعني، وتخرج النادي الافريقي من الازمه الخانقه هذيك وتوصلوا لدور مجموعات في الكاف، صحيح كان قاب قوسين ادنى باش يتعدى، نتصوروا عمل انجاز في النادي الافريقي يوسف العلمي، ادفع من مكتوب وعاون النادي الافريقي كما الناس الكل عاون كما جماهير النادي الافريقي، لكن هو حكايه بحرقه لانه بعد جماهير النادي الافريقي ما عادش عندنا برشا وقت سي موجي، لكن هو سمحني لك حكايه بحرقه علاش فما ضغط كبير عليه بعد الانسحاب هذايا، وراهو يجون ما الا ولا بشر ميلو لبشر ويحس وعنده مشاعر وعنده عائلة، وتشوف انت الضغط اللي صار بعد الانسحاب هذا ومن حق الجماهير، لكن من حد ما يشكك انه هو الخدمة اللي خدمها في النادي الافريقي باش خرجها من الازمة متاعها. واضح اكيد عبستار بن موسى زاد يوسف العلمي يخدم كما قال عبستار بايرم خدم تعب عبستار رئيس النادي الافريقي اكيد اليوم من غير المقبول يعني على هزيمة برشا الناس دارت على يوسف العلمي، الجمهور اكيد جمهور النادي الافريقي جمهور كبير دعم عاون جمعية النادي الافريقي، لكن زاد من مش باش ندخلوا حتى في التغييرات وفي المدربين وفي كذا، منظر كبير وعود على منظر كبير في يعني اخذل الجمعية في اخر جمعة يمكن متريف اللي كان كانت موجوده ما نجمش يبدل برشا حاجات، فما برشا امور يمكن غامضه في النادي الافريقي ان شاء الله تتوضح على الرؤيه ويعود النادي الافريقي الى سكه الانتصارات. اكيد احنا مع كاس الكاف ومباراه الافريقي والخروج المر للافريقي من كاس الكاف.